عايز تعرف ليه حمزه المسلوسي بقى من اهم اللاعبين الفتره الاخيره مع نادي الزمالك؟ تعالى اما اقول بدايه كده، حمزه المسلوسي قبل المباريات الاخيره كانت الجماهير بتطالب برحيله، ولكن حمزه المسلوسي خلال شهر واحد قدر يخلي كل الجماهير تقتنع بادائه الفتره الاخيره. لو لاعب تاني غير حمزه المسلوسي كان استسلم للانتقاد وطلب الرحيل عن نادي الزمالك، لكن حمزه المسلوسي عمل عكس كل ده. حمزة المسلوسي اشتغل على نفسه الفترة الأخيرة وقدر ان هو يفقد 6 كيلو من وزنه، واثبت للجماهير انه لاعب كبير وكان من اهم اسباب فوز الزمالك في المباريات الأخير. عشان كده حمزة المسلوسي دلوقتي بقى من اهم اللاعبين في تشكيلة نادي الزمالك. قول رأيك في التعليقات، هل شايف الزمالك محتاج صفقة جديدة مع حمزة المسلوسي وحازم امام في الجبهة اليمين؟